المرأة المبتوت عنها زوجها، يعني ما هي المرأة المبتوت عنها زوجها؟ هي المبتوتة، هي التي تسمى مبتوتة. طبعا حضرتك تودع هذه النقطة بارك الله فيك. ما هو الطلاق، في طلاق بائن بينونة كبرى وطلاق مطلقة بائن بينونة صغرى. المرأة إذا طلقت أول تطليقة أو ثاني تطليقة وتركت تعتد وانتهت العدة دون مراجعة بانت من زوجها، انفصلت لم تصبح زوجة له، لكن ممكن يرجع إليها بعقد جديد وصداق جديد ولين وشهود. فهذه صورة. صورة أخرى، امرأة طلقت ثلاث تطليقات، بمجرد التطليقة الثالثة بانت بينونة كبرى، بانت بينونة كبرى يعني انفصلت عن زوجها لا تحل له، إلا إذا تزوجت زوجا آخر ووطئها الزوج الآخر دخل بها عن غير تواطؤ مع الزوج الأول وطلقت بعد ذلك وانقضت عدتها ترجع للأول إن شاءت بعقد جديد وصداق جديد. فيطلقون البينونة الكبرى على البينونة الكبرى مبتوتة، طلقها أبتها طلاقها، يعني آخر ثلاث تطليقات. وقد يكون الفسخ أبدي أحيانا، يعني مثلا عند التلاعن، رجل رأى امرأته تزني وهي نفت، فاستدعاهما الحاكم حلف هو الأربعة أيمان بالله إنه لمن الصادقين، والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين، وهي حلفت ضده أن أقسمت هي يدرعون العذاب أن تشهد أربع شهادات بالله إنه لمن الكاذبين، والخامسة أن غضب الله عليهم إن كان من الصادقين. فرق بينهما بالملاعنة. عند جماهير العلماء خلافا لسعيد بن مسيب، هذه لا ترجع إليه أبدا، لا بزواج ولا بأي شيء.